محمد دياني. كيفك ابو حميد؟ كيف صحتك؟ كيف ايامك؟ سلم عليك خالي ابو سعيد، بعت لي مشان ساعدك، بدك شيء؟ بدي سلامتك. ايه قال لي انه اذا في مجال هو يساعدك. انت محمد كيالي حضرتك؟ ايه بس مشان اقطع لي الشنطه التفتيش. والله صعب. ليه؟ قال لي بس اقطع لك اياها اعطيها 10,000 ليره. ولا 100,000. ليش؟ صعب. شو فيها؟ اسف. طيب لحظه بس شوي اسف. طيب بس شوي، انت ما فيها شيء لو قطعت لي اياها. والله اللي بتعطيني ملايين دنيا. صعب. ما بيحكوا انا حاطط فيها سندويش، ما فيها شيء. سندويش زيت وزعتر. هون البوليس رح يحكي عن البوليس. الله ليك الكاميرا. الله يعطيك العافيه. ام اي سي 92، ام اي سي 92 يا عيني. مرحبا، ان شاء الله مشي الحال. هلا بدنا ابو حسام، بعتني مشان نساعدكم. عليك. كيفكم؟ ان شاء الله بخير. كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. انت مين؟ ابو حسام. ما عرفتوا، مو انتم شيء من باريس؟ ايه مزبوط؟ ايه. بس قال لي لكم انه تاخذوا لي الشنطه هيك وتقطعوا لي اياها الجمارك. لا انا ما بدي اياها. روح لا بعد منهم. ام اي سي 92، ام اي سي 92 يا عيني. كيفك؟ الله يعطيك العافيه. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. حضرتك انا قبل ابو سعيد، عرفتني؟ سعيد. كيفك؟ انا مشان موضوع الجمارك، مشان شغلة التفتيش هون. ايه يا ريت انت شايف مع غير شنطه واحده، امسك شنطه هي خلي لي اياها معه. مين ابو سعيد؟ ابو سعيد. مين ابو سعيد؟ والدي تاجيا. ابو سعيد اي ابو سعيد طافش. والله ما عرفت. على كل حال قال لي الوالد، قال لي اذا مر لك الشنطه اعطيها 10,000 ليره. كويس. ليش؟ خدها ما مبينه انه بس بروح عني. ليش طيب؟ ماني علاقة في الموضوع. خليها معك انت خلص. انا بتعطيني لها ماني علاقة. ليه؟ لا مصاري لا شيء فعلا. انا ماني مشاكل. ما فيها شيء؟ شوية اغراض. فاضي. شيء فاضي لا بعرفك. انا ما بس انقطع فيها عفوا. تصطفل ماني شغل دور على غيري يا عم الله يرضى عليك. ليه؟ دور على غيري. 10,000 بتعطيني مليون ليرة. طيب شوف الكاميرا خفية شفتها. الله يعطيك العافية. كمل انزع. ام اي سي 92، ام اي سي 92 على كل حال مو مشكلة، طلعينا الشنطة هي انت هلا لانه ما في امرأة فيها. معلش انا بمسك هي، انا بمسك هي، انت مسكي، انت مسكي هي، انت مسكي هي، انا بمسك هي. ما بدها ما بدها مسكي هي انت. خلص امشي 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 يا تيسير. خلص خلص. لا لا اشلك يا لك، لا تشلقي حدا. بيشتلقوا هلا تبع الحكومة. يزيلوا السلام وخلاص. ما حدا ينتبه علينا. الله يسألوكي، إذا سألوكي اللي لهم عدة مدفوع. بحياة الله خلاص أنا بعينك. 10,000، 5,000، اللي بدك إياه. 10,000 ما بتفرق خلاص. والله ما بدي، خذ 10,000 اتركني. مثل ما عملنا قبل ليلة سموه. يمكن. ماشي حال شرف. ليلة سموه. من حمص. أحلى هالكاميرا يا لله حبيبة روحي، يا لله كاميرا الخفية، يا لله نور عيني، يا لله منكم وإليكم، إليكم سلام عليكم، عليكم منكم وإليكم، إليكم سلام عليكم، عليكم راجع يا سلام عم يرمي السلام، راجع يا سلام عم يرمي السلام.